بنتكلم فيها قبل البريك اللي هي الكومبريسابيلتي والباك مودلز. الكومبريسابيلتي اللي هي الانضغاطيه، الانضغاطيه تمام. سيادتك عايز تعرف الماء ده بينضغط ولا لا، ولو بينضغط بينضغط بمقدار قد ايه بالظبط، والقوانين والعلاقات اللي بتحسب الكلام ده تمام. هي ايه اصلا الكومبريسابيلتي الانضغاطيه دي؟ دي عباره عن بارامتر زي احنا بنتكلم في الشابتر اللي هي فيزيكال بروبرتيز. فده عباره عن خاصيه، خاصيه من الخصائص برضه بتعبر عن او بتقيس، بتقيس مدى التغير اللي حصل في الحجم، مدى التغير اللي حصل في الحجم نتيجه التاثير بضغط على الماء، نتيجه التاثير بضغط على الايه؟ على الماء. يعني انت كل ما تزود الضغط يا ترى الحجم هيحصل له ايه؟ هيقل ولا هيفضل ثابت ولا وضعه ايه بالظبط؟ تمام؟ طبعا زي ما اتكلمنا في اول محاضره ان في عندنا مواقع كومبريسبل يعني قابله للانضغاط، ومواقع انكومبريسبل غير قابله للانضغاط. المواقع اللي هي الكومبريسبل اللي هي الجاسس الغازات، لكن المواقع الغير قابله للانضغاط الانكومبريسبل فلويدز اللي هي الليكويدز، الليكويدز. وفي نهايه العنوان ده هنعرف هي فعلا واخد منكم قال الميه ليه ما تنضغط؟ اه بتنضغط، بس هقول لك الرقم قد ايه بالظبط. تمام؟ طيب الموضوع ده انا عبر عنه بحاجه اسمها الكوفيشنت اوف كومبريسابيلتي اللي هو معامل الانضغاطيه بيتا سي، بيتا وسبسكريبت سي. البيتا سي اللي هو الكوفيشنت اوف كومبريسابيلتي اللي هو معامل الانضغاطيه، ده بيساوي ايه؟ بيساوي سالب واحد على الحجم مضروب فيه الدي في على الدي بي. الدي في ده اللي هو مقدار التغير اللي حصل في الحجم نتيجة مقدار الفرق اللي حصل في الضغط. يعني على سبيل المثال المية عندك بيأثر عليها ضغط جوي، وقمت جاي حطيتك اسطوانة اهي، والاسطوانة ديت فيها مية كويس؟ وقمت سيادتك جاي قفلت الاسطوانة دي وجبت مكبس حطيته هنا كده على سطح المية وبدأت تضغط. الأول كان بيأثر عليها ضغط جوي، البي واحد ده بيساوي واحد بار. بعدين فضلت سيادتك تضغط 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 لحد ما وصلت البي 2 ده بيساوي 10 بار. يبقى الدي بي كام؟ بتسعة، خلينا 11 عشان يبقى الفرق 10. كويس كده؟ يبقى ده مقدار التغير أو مقدار الفرق اللي حصل في الضغط. هنشوف بقى نقول نقيس في البداية كام الحجم. ده البي واحد. لو المية نزلت شوية صغيرين كده نشوف بقى البي 2 ديت كانت بكام؟ ده اللي هو الدي. امال ايه البي اللي بره دي؟ ده الحجم الاصلي اللي هو البي واحد. يبقى عرفنا كده المتغيرات بتاعت القانون؟ جميل قوي. لما نحطهم هنا كده ده بنقيس بيه الكوفيشنت اوف كومبريسبيلتي معامل الانضغاطيه. طب امال ايه الاشاره السالبه دي؟ الاشاره السالبه دي معناها انه الزيادة الموجبة في الضغط بينتج عنها نقصان في مين؟ في الحجم. عشان كده حطينا إشارة إيه؟ إشارة سالبة. كويس كده؟ تمام؟ يبقى ده كده عبارة عن علاقة بنوصل بيها أو نوصل منها ليه؟ مقدار التغير اللي حصل في الحجم. طيب العلماء قال لك إيه؟ سيبك بس كده من موضوع الكوفيشن أوف كومبريسبيلتي ده، وعايزين متغير شكله اشيك شويه اللي هو ايه؟ اللي هو البالك مودلس اوف بلاستيستي اللي هو الكي كابتا. كي كابتا شكله اشيك ازاي بقى؟ ان هم قلبوه، بس قلبوه من الكوفيشن اوف كومبريسبيلتي اللي هو مقلوب الكوفيشن اوف كومبريسبيلتي. ده بيساوي سالب ايه بس العلاقه؟ ما عملناش حاجه. سالب الدي بي كانت في المقام بقت في البسط، والدي بي كانت في البسط بقت في المقام، وديت كانت في المقام بقت في البسط، مقام المقام بسط. تمام؟ يبقى دي بتساوي سالب الدي بي على الدي في على البي. الدي في على البي ده اللي هو مقدار التغير النسبي. اشمعنى النسبي؟ علشان مقسوم على حجم. علشان مقسوم على حجم. مقدار التغير النسبي اللي حصل في الحجم نتيجة مين؟ نتيجة التأثير بضغط معين. خلاص كده؟ ده اللي هو البالك مودلس اوف الاستيستي. طيب تعالى كده العلاقه دي كثافه الكتله بتساوي كثافه في حجم. طيب فاضل كده
يبقى الدي ام بتساوي الرو في الدي في، التفاضل الاول في الثاني زي التفاضل الثاني في الاول. الرو في الدي في زي الدي في في الدي رو. فبفرض ان الكثافه الكتله دي ثابت، المقدار ثابت. تمام؟ يبقى الدي رو اللي هي دي على رو بتساوي سالب الدي في على في من المعادله دي. دي رو على رو بتساوي سالب الدي في على في. معنى كده ان انا ممكن اشيل الدي في على البي واحط مكانها مين؟ بس باشاره سالبه. يبقى الكي كده هتطلع سالب ولا موجب؟ يعني الكي بتساوي سالب الدي بي على الدي في على البي. ده القانون الاصلي بتاع البالك مودولس اوف الاستيستي. انا بس كل اللي انا هعمله اشيل الدي في على البي واحط مكانها سالب الدي رو على رو وسالب مع سالب موجب. يبقى الكي بتساوي الدي بي على الدي رو على رو. طب هو ايه ده؟ طيب ده احنا عرفناه بيعبر عن العلاقه ديت اللي فيها الحجم، مقدار التغير اللي حصل في الحجم نتيجه ان احنا قصرنا في ضرب. طب وبتاعت الكثافه؟ ده برضه مقدار التغير اللي حصل في الكثافه. احنا كنا من شويه بنقول انه لما نقصر بضغط الحجم هيتغير، عدد الجزيئات او كتلتها لو فضلت ثابته والحجم هيتغير يبقى الكثافه هتتغير. فهو ده نفس الكلام اهو، كله بيوصل لحاجه واحده. تمام؟ ده بيعبر عن التغير النسبي في كثافه المايع نتيجه الانضغاط. نتيجه مين؟ الانضغاط. طيب هناخد بس حاجتين خاصه من القانون ده. لو في حاله الايزوثيرمال بروسيس اللي هو درجه الحراره ثابت من القانون بتاع الغثاء يبقى البي في يساوي ثابت. طيب لما تيجي تفاضل يبقى البي في الدي في زائد البي في الدي في بيساوي صفر. طب الاول في التفاضل الثاني زائد الثالث زائد الثاني في التفاضل الاول بيساوي صفر. ليه؟ لانه كان ثابت، التفاضل ثابت بصفر. طيب هل الضغط كده لوحده افترق؟ يبقى ده بيساوي سالب الدي بي على الدي بي على البي. لا، هو مين القانون ده؟ هو ده اللي هو الكي اصلا. يعني في حاله ما يكون الاجراء ايزوثيرمال يبقى الضغط الثاني، الضغط في الحاله الثانيه بيساوي الكي بس، بيساوي البالك مودلس اوف الاستيستي. طيب تعال نشوف الاجراء الثاني كده اللي هو الادياباتيك بروسيس اللي هو مفيش ما بتديش للسيستم حراره وما بتاخدش منه حراره. كنا قلنا ان هو العلاقه بتاعته في بي الاستجرام بيساوي ثابت. برضه هتفاضل الاول في الثاني والثاني في التفاضل الاول والبتاع هتوصل الى انه الكي بيساوي جاما في مين؟ في البي، جاما في الضغط. طيب بس علشان تحس الفرق بموضوع انضباطيه الغازات وانضباطيه السوائل، البالك مودلس اوف الاستيستي بالنسبه للهواء بيساوي 1.5% في 10 اس 5. في حين انه الكي بتاع الميه اللي هو البالك مودلس اوف الاستيستي بتاع الميه ب 2 في 10 اس 8 من باسكال. معناه ايه الكلام ده؟ معناه انه الهواء بينضغط بشكل اكبر من الميه بمقدار 20,000 ضعف. الهواء بينضغط 20,000 ضعف مره اكبر من الميه. واضح الفرق؟ الارقام ممكن تحسسك بالفرق شويه. عندك شويه هواء واضغط الموضوع سهل بسيط، لكن شويه ميه وتضغط لا مش سهل ولا بسيط خالص. تمام كده؟ طيب احسسك بالارقام اكتر، احسسك بالارقام اكتر. بفرض ان انا عندي 1 متر مكعب ميه، الفي بيساوي 1 متر مكعب ميه. تمام؟ واحنا هنقصر بالدي بي ب 10 بار. يعني ايه الدي بي؟ يعني مثلا الميه كانت عند ضغط جوي وانا هقصر عليها اكبر 10 مرات. تمام؟ زي ما كنا كاتبين من شويه. مقدار التغير اللي هيحصل في الحجم في الميه قد ايه؟ بص عوض في القانون بتاع الانضغاطيه ده اللي هو ده الفي الكي بتساوي سالب الدي بي على الدي بي على البي. عوض كده الكي بتاع الميه بكام؟ ب 2 في 10 اس 8. 2 في 10 اس 8 بيساوي الدي بي بكام؟ 10 باسكال يبقى 10 10 بار. طبعا 10 بار ده رقم ضخم جدا. هو
مش رقم صغير. طيب لما تعوض بقى 10 في 10 اس 5 عشان نطوره من بار لباسكال. وعندك تحت هنا في القانون طبعا السالب اللي في القانون اهي الدي في ده اللي مجهول، ده اللي انا عايز احسبه اللي هو مقدار التغير اللي حصل في الحجم على الحجم الاصلي اللي هو 1 متر مكعب. واحسب كده بالاله الحاسبه شوف الدي في ده هيطلع بقى ايه. الدي في ده هيطلع 1 على 2000 متر مكعب. يعني اقسم الواحد على 2000 شوف هيطلع لك بقى رقم قد ايه كده، هو ده مقدار التغير اللي حصل في الحجم بتاع الميه. لو عايز تعرف الكلام ده للهواء جربه للهواء شوف اثر عليه بس بنص الرقم ده وشوف هيطلع لك مع طبعا مع العلم بيه الكي بتاعت الهواء قد كده. خلاص يا باشمهندسين؟